تعالوا نعرف تفاصيل أكتر عن خطة استقبال السياح من الأستاذ علي غنيم، عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية. أهلا بحضرتك يا فندم. صباح الخير. صباح الخير وأهلا بيك. وطبعا في البداية يعني عايزين نبذة كده بسيطة عن الشائعات اللي كانت بتتقال والرد عليها على الأرض زي ما بيقولوا، وإيه الإجراءات اللي تمت وإزاي هيتم استقبال السائحين البريطانيين. اولا طبعا حضرتك عارفه ان في موجوده طفره كانت سياحيه حاليا بالنسبه للسياحه عامه، فبالتالي احنا بنقول ليه سبب الطفره. اولا سبب الطفره اولا كان الرحلات الكوكيه للسيد الرئيس، اثنين التواجد المستمر للقطاع الخاص في المؤتمرات العالميه السياحيه، لان كانت عندنا هناك شائعات زي ما حضرتك بتقولي، وهي الصوره الذهنيه ان هناك في مصر عدم استقرار وامان، وبالتالي احنا خضنا معركه كبيره جدا، والحمد لله بفضل الرحلات المكوكيه للسيد الرئيس توضيح الصوره السليمه على ارض الكنانه والتواجد المستمر لقطاع السياحه، فبالتالي احنا الحمد لله انجزنا انجاز ان احنا نلغي هذه الصوره. ولكن لما تيجي بريطانيا الحكومه البريطانيه وتلغي القرار الحظر، ده تاكيد وضرب الاشاعات ان ارض الكنانه ارض مستقره وامان، وبالتالي هترجع السوق الاوروبي كله، لان بيتاثر بتاثير القرار الايجابي للحكومه البريطانيه، وبالتالي حضرتك عارفه ان اوروبا هي كانت المصدر الاقوى لتصدير السياحه لمصر سنة 2010 كانت الثروة، وبالتالي لأن قرب أوروبا إلى مصر 3 ساعات سفر، فبالتالي هذا القرار الإيجابي هيبتدي أن يزود عدد السياح مش من بريطانيا بس، من بالأوروبا والعالم كله، لتأكيد أن أرض الكنانة أرض مستقرة، وضرب الإشاعات والمعارضة المغرضة التي كانت تملها توزيع أن هناك فوضى واستقرار. فبالتالي احنا الحمد لله بهذا القرار يؤكد ان مصر بلد الامان والاستقرار. احنا كغرف سياحيه والاتحاد المصري غرف سياحيه، احنا النهارده عندنا خطه قويه جدا، وهي استقبال عندنا مطارات مش في شرم الشيخ والغردقه بس، على مستوى الجمهوريه او المقاصد السياحيه في مصر احنا مستعدين لاستقبال او الفود مش 600,000 بس من بريطانيا، ولكن احنا مستعدين ان نستقبل حوالي 14 او 15 بقول بالتاكيد 15 مليون سياحه في ارض الكنانه، فبالتالي احنا النهارده عاملين فريق عمل قوي جدا لاستقبال السياح في ارض الكنانه في جميع المطارات. اثنين بنعد المنشات السياحيه اعدادا جيد طبقا للقوانين العالميه السياحيه، وبالتالي احنا النهارده الحمد لله الفريق ده الفريق معد ان هو يستقبل هذه الاعداد الضخمه باذن الله. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ علي غنيم عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحيه.